كلمة أتكلم مع كده الأستاذ الدكتور حنان الزبير في نية تكريم وخير مقدس عضو المقدس. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سعيده جدا بوجودي النهارده في اليوم الثالث للرابطه، وبرضه سعيده جدا ان احنا نكون واحده من الغدد الدوليه من الوحدات اللي انا لقيت فيها الحمد لله اقبال منكم على الحضور. يعني نشوف كده مع بعض برضه المشاكل اللي بتقابلنا في الغدد الدوليه. طبعا انا بشكر الدكتور محمد عز على راس الرابطه، بشكر الدكتور محمد التشير بيرسون. انا يعني سعيد برضه ان انا اقدم ان احنا الوحده عندنا الاستاذ بتاع الرابطه عرفنا الاستاذ الدكتور مجدي الزيني والدكتور اشرف الشرقاوي، الدكتوره نانيس، الدكتوره نديم، الدكتوره وفاء، وابننا الصاعد الدكتور محمد حسني، والعبده الفرديه لله. النهارده ان شاء الله هنتكلم على النيوريتال سكرين. والنيوريتال سكرين من الحاجات اللي احنا تقريبا بنواجهها يوميا. بيجي لك ريبورت ان العيان ده فيه مشكله او ما فيهوش مشكله، فانت بالعيان المفروض يو ماست انتربريت، هتطمن العيان ده ولا هتقول له ايه؟ لا تعالى لي بقى تو بي انفستيجيتد، او نعمل بيولوجي، او نعمل فيرفر انفستيجيشن للمشكله اللي موجوده عندنا. المحاضره هتتقسم الى كذا جزء. الجزء الاولاني هنتكلم كده على الباك جراوند للميتال سكريننج عشان نفهم بس احنا بنعمله ايه وفين وازاي. هندخل على الناس اللي هم الهاي ريسك اللي انا بخاف منهم، اللي انا بقول ده انا يا جماعه محتاجه ان انا تو بي اسيست. حتى لو اسال العيان نفسه هم خدوا منك سكريننج يقول لي اه او يقول لي لا، ااكد عليه واشوف اللي ممكن اعمله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. الاول بندور على الهايبوثايرويديزم ليه؟ لانها تعتبر من الموست كومن كونجنتال اندوكراين ديس اوردر. والموست كومن بريفنسبل كوزز. ما هو انا لو انا الديزيز ده مش بريفنتبل انا مش هعمله سكرين من اصلي، هعمله سكرين من ليه؟ اذا كان في حاجه مش بريفنتبل. في انكريز ريليشن شيب بين الكلينيكال دايجنوزس اند تريتمنت والاي كيو. يعني ساعتك لو عملت ديلي للستارت اوف تريتمنت للحالات دي هتسبب بطريقه مباشره او غير مباشره بان العيان هيبقى الاي كيو مش مظبوط وهيروح المدرسه وهيكون متاخر دراسيا وهتكون حضرتك السبب. الكونجنتال سيرفيست از كوز باي مينلي باي ثايرويد ديشنس. ان الثايرويد لا اما تكون مش موجوده او صغيره جدا، ودي يعني تعتبر موست كومن 85%. لكن في نسبه صغيره بتبقى ديس هرمونوجينيسيس. ديس هرمونوجينيسيس اللي هو بيبقى فيه غده موجوده وكل حاجه، بس المشكله ان الباسواي بتاع السنس بتاع الثايرويد فيه مشكله، فيه ديفكت، فالاوتكم بتاعي بيبقى هايبوثايرويدز. وهنشوف برضه الباك جراوند بتاعها بالنسبه للثايرويد بروفايل هيبقى عامل ازاي، وده طبعا بيبقى اوتوزومال ريسيسيف. الورد وايد انسنس بتاع الهايبوثايرويدزم اتغير قبل السكريننج وبعد السكريننج تقريبا. زاد الضعف. قبل السكريننج كان 1 في 6700، بعد السكريننج بقى 1 في 4000 او 1 في 3000 على حسب الريس والافينيتي. بنخاف من الفيميل في القصه دي، يعني الفيميل بتبقى اكتر من الميل، فبنخاف قوي من ايه؟ من الفيميل ضعفهم. والانسنس اوفر اول في ايجيبت 1 في 2000، يعني مش 3000 ولا 4000 زي غيرنا، لا ده احنا 1 في 2000. طيب متشكرين. ادور على كونجنتال انومالي، يعني انا لو لقيت واحد عنده كونجنتال هايبوثايرويدز ادور على كونجنتال انومالي ولا ما يهمنيش؟ لا ادور، لان في نسبه يعني تعتبر لا باس بها 10% بيبقى معاها كارديو ديفكت او معاها نيرفوس سيستم او جينتوريري او اي انومالي. فبالتالي ان انا لو لقيت الحاجات دي اسوشيت مع كونجنتال هايبوثايرويدز ما اقولوش بقى ايه لا والله ملوش دعوه ملوش علاقه ملوش مش عارف ايه، لا له علاقه في 10% من الحالات. طبعا دي اوبرا، واوبرا كانت بتعاني من هايبوثايرويديزم في سنه 2007 وطلعت على جمهورها الفظيع وقالت لهم ده انا ايه ده انا
اوردر والاكسبوشن والجينيك اوف ويت وقدرت تتغلب على الثيرويدس اوردر اللي عندها. النيو بورن سبريك طبعا ده بوبليشن بيست، بوبليشن بيست لحاجه بريفنتف. اتفقنا ان هو لو ما كانش بريفنتف مش هندور عليه. طب وانا هعمله سكرين كتير اذا كنت انا مش هعرف امنعه اصلا. لازم يكون تريتبل، حاجه تريتبل، عندي العلاج بتاعها وافيلابل وممكن ادي للبيشنت بتوعي. لازم يكون بيقلل الموربيتي ان الديزيز ده نو موربيتي مورتاليتي، عشان كده انا بدور عليه وعايز امنعه وعايز يعني اخلي الطفل بتاعي يعيش في حياه افضل. امتى السكريننج بروجرام بيجان؟ بيجان في سنه 1972 في كندا في بلد اسمها كوبك، وده قعد يعمل سكريننج. والله صعب عليا، قعد ثلاث سنين يعمل سكريننج عشان يطلع سبع انفنت او تشايلد فيهم هايبوثيرابيزم في ثلاث سنين، في الثلاث سنين. لكن الراجل ما يقاسش يعني طبعا. السكريننج في ايجيبت دخل في سنه 2000 كان بيغطي خمس محافظات، وبعدين بعد كده غطى 27 محافظه. وطبعا ده انا شايفاه ان هو انجاز كويس جدا، ان هو يبقى من 5 ل 27 في ثلاث سنين، ده ممتاز. النيونيتال سكريننج مهمه برضو في ايه؟ مهمه ان هي بتفرق لي ما بين الاسباب المختلفه للهايبوثيرويديزم. والهايبوثيرويديزم يعني لما اقول انه هايبوثيرويديزم يبقى نوع واحد؟ لا مش نوع واحد، ده كذا نوع. اول واحد اللي احنا بنسميه برايمري، برايمري يعني مشكله في الثايرويد. مشكله في الثايرويد يعني ايه؟ يعني فيها ثايرويد ديسجينيسيس او ديسهرمونوجينيسيس. الاثنين دول بيعملوا برايمري ثايرويد ديسوردر. وبالتالي انا لما بيكون الثايرويد مش موجوده او صغيره او مكانها مش صح بتطلع تي 3 وتي 4 ايه؟ قليلين. طبعا الاندوكراين كله عباره عن فيدباك، فلو التي 3 وتي 4 قليلين يبقى بالتالي الحاجه اللي المونيتور من البيتيوتري اللي هو التي اس اتش هيبقى ايه؟ هيبقى عالي ببساطه شديده جدا. يبقى انا البرايمري ده متوقع منه ان التي اس اتش بتاعه يطلع عالي، التي 3 وتي 4 يطلع قليل. طب السنترال بقى؟ السنترال ده المفروض التي اس اتش بتاعه يطلع عالي؟ لا ما يطلعش عالي. يطلع عالي ليه؟ ده هو التي اس اتش قليل، وبالتالي الامباكت بتاعه على الثيرويد ان التي 3 وتي 4 يكونوا قليلين. طبعا ده اما يكون ايزوليتد، ونخلي بالنا من القصه دي، لان انا لو اكتشفت حاله سنترال هايبوثايرويديزم ولقيته يعني موجود، من المفترض ان انا ادور على بقيه البيتيوتري، لان ايه؟ يعني يكون ان هو يكون ايزوليتد في بعض الاحيان، لا في بعض الاحيان بيبقى اسوشيتد وذ اذر بيتيوتري هرمون ديفيشنسيز. طيب الريزيستنس بقى، ايه رايكم في الريزيستنس؟ التي اس اتش ده بقى هيبقى عالي ولا قليل ولا نظامه ايه؟ في اند اورجان ريزيستنس، تي اس اتش بيعلى، تي 3 وتي 4 بيشتغل على الثيرويد، بتطلع تي 3 وتي 4 تيجي تشتغل على التشو تبقى ايه؟ تبقى فيها ريزيستنس، وده ساعات بيبقى فيه ميتيشن للثيروتروبين تي اس اتش ريسبتور، وبرضه دي بتتحط تحت الكاتيجوري بتاعت البرايمري هايبوثيرويديزم، وفيها الفيتد تي اس اتش، لان التي اس اتش دايما لما بيجي يشتغل وما بيبقاش له اوت كام صح، اللي هو له الاوتكم بتاعه لو كان تي 4 قليل يقوم برضه يرجع يزيد اكتر يزيد اكتر يزيد اكتر عشان اوفر كم ذيس ريزيستنس. المهم بقى في الريزيستنس تو تي اس اتش دي ان انا ممكن ادور على حاجه معاها عليها علاقه بالباراثيرويديزم. الله، يعني معنى ذلك ان الثيرويد والباراثيرويد الاثنين بيبقوا افكتد. ما هي لازقه فيها من ورا يعني جارتها، يبقى لازم ممكن انها تكون افكتد في بعض الحالات. لما تكون افكتد في بعض الحالات مش في كل الحالات هدور عليها، اللي هي اكتر حاجه مع تي اس اتش ريزيستنس، لان هما الاثنين بيتشاركوا في حاجه اسمها جي بروتين سب يونت موجوده على سطح الخليه الريسبتور بتاعها، فبيبقى الباراثيرويد فيه ريزيستنس والثيرويد فيها ريزيستنس. بنتكلم برضو عن تقسيم الهايبوثيرويديزم ريليتد ستيفيريتي للفري تي 4، وبنتكلم على ان هو هل هو كومبنسيتد ولا دي كومبنسيتد. شويه كده نتكلم عن السيفيرتي. السيفيرتي دي هنحكم على العيان بتاعي سيفير ولا مش سيفير ازاي؟ اول حاجه ان الكلينيكال اسبكت، واحد لقيت فيه ساين واحده بس، لقيت فيه كونستبيشن فرلوك فيزيولوجيكال جونز مش عارف ايه. واحد بقى تاني لقيت تيبيكال في الفيس بتاع تيبيكال بتاع الكريتين وفي كونستبيشن وفي سليب ديس اوردر وفي وفي وفي، يبقى ده سيفير لكن ده مش سيفير. يعني عادي، ما هو ده يعني ده اكسبتد. طب البيولوجيكال اسبكت، اعمل الفريتي فور، لقيت الفريتي فور
اقل من 5 يبقى ده سيفير، من 5 ل 10 ده مودريت، من 10 ل 15 ده مايل ديفيشنسي. وبرده لما زي ما الدكتوره نانيس قالت ان انا بعمل اكس راي عن النيم، لان الاكس راي عن النيم بتبين لي اذا كان في ديلي من انجي ولا لا. ممكن برضو اعمل حاجه اسمها سيرم فايبر جلوبلين، وده لو ما لقيتوش يبقى معنى ذلك ان الجلاند مش موجود. طيب في بقى جزئيه ثانيه مهمه جدا، ودي فعلا بقى بتمس كل حاله بتجيلنا في يعني بتشتكي من هايبوثايرويدزم. اول ما تبدا لها علاج، اول سؤال بتتسال فيه هو هيفضل ياخد العلاج ده طول حياته؟ هو مش هيوقف العلاج ده؟ يبقى في الحاله دي انا لازم يكون عندي رد، هل هي ترانزيت ولا بيرمننت؟ من الاول كده يعني حاول تزودها في وشها، بص العلاج ده ما قطعش، هتفضلي ماشيه على طول الرعب. لا، مش المفروض ان احنا نزودها من الاول كده. انا عندي حاجات اقول انها ممكن انها اشك انها ترانزيت ولا بيرمننت؟ اقول لها يا ستي لسه شويه لما نبدا نشوف الجراند هتشتغل معانا ولا لا. الترانزيت بيبقى معاها تي اس اتش ليفل زايد، لكن نورمال ثايرويد هرمون. انا زي ما قلت من شويه التي اس اتش والتي 3 وتي 4 علاقه فيدباك، التي 3 وتي 4 يقل والتي اس اتش يزيد، يقوم يشتغل على الثايرويد عشان تطلع مور تي 3 وتي 4. لكن هنا في الترانزيت لما تيجي تشوف الثايرويد باك جراوند بتاع الطفل اللي قدامك تلاقي التي اس اتش عالي، لكن التي 3 وتي 4 نورمال او التي 4 على الاقل نورمال. الله، تي اس اتش عالي وتي 4 نورمال، هل ده ممكن ان هو يكمل معايا ان هو ترانزيانت؟ اه ممكن. في بقى تيرم اسمه هايبر ثايروتروبينيميا، وده ريفير لكومبنسيتد كونجنتال هايبوثايرويدز، وده برضه ايه بيبقى فيه تي اس اتش رينج يعني متدلع كده من 6 ل 20، يعني الليفل بتاعه متدلع. في ريسك فاكتور زي ما قلت من شويه من المحاضره بتاعتي هنتقسم الى كذا حاجه. في عيان ابقى حريصه جدا ان انا ادور وراه اعمل له سكريننج ولا لا، وفي عيان يعني الاقيه ايه ما فيهوش الريسك فاكتور دول، فممكن ان انا اكون مطمنه شويه. الجينيتك احنا خلاص اتفقنا ان 85 و15 الهيرديتري فورم بتاعه، لكن بنتكلم عن حاله الداون سندروم. الداون سندروم من الحاجات اللي لازم اطلب لها ثايرويد بروفايل، لان فيها 35 فولد انكريز ريسك، 35 مش حاجه يعني قليله. الفيميل اخاف من الفيميل، طول عمرنا لازم نخاف من الفيميل. اللوبث ويت والماكروسوم يعني الصغير قوي والكبير قوي. الاقل من 37 اسبوع والاكثر من ال 40 اسبوع. الماترنال ايج يعني كمان لما اجي اخد هيستوري والاقي ماترنال ايج اكثر من 40 سنه اقول لها لا الواد ده هو لازم يعمل ثايرويد بروفايل اطمن عليه برضه. الماتيرنال انتي بودز، لان الماتيرنال انتي بودز من الحاجات الرخمه جدا اللي بتعدي البلاسنتا وبتعمل لي مشاكل وممكن تسبب لي استيت اوف هايبوثايرويدزم في الفيتاس اللي حاصل. المالتيبل بريجنسيز، التوينز والتريبلتس، دول بيبقوا مور ريسك وبدور عليهم وبقول لا ده انا برضو ايه هانسيست ان انا اعمله ستيرويد بروفايل. نرجع تاني للبريماتيورتي، احنا قلنا البريماتيورتي من الريسك. طب ليه من الريسك؟ ليه بريماتيور هاي ريسك ان انا يحصل له هايبوثايرويدزم؟ يعني هو دايما عنده بريماتشور، ده كل حاجه ايماتشور. بريماتشور يبقى ايماتشور هايبوثايرميك بيتيوتري ترانزيانت هايبوثايروكسينيميا او بريماتشورتي بريزيستنت فيتال باتن اوف ثايرويد هرمون لوس اوف ترانس بلاسنتال ثايروكس اكيوت نان ثايرويد. الاكيوت نان ثايرويد انس دايما البريماتشور ده بيدخل في مالتيبل انسز ورا بعض، فده بيعمل مشكله في الهايبوثايرويد في الثايرويد برضه ريليز مع الديفكت في السنسز اند الميتابوليزم بتاع الايجيو ثايرويد. طب هل في حاجه موديفاير ولا ريسك فاكتور؟ ايوه الانفيرومنتال والميديكيشن. الكونسيكونتي مش معقول اروح اقول له طلع براك، بس لو هو عايز يطلعها مفيش مشكله، بس اكيد انت ما تكونش انت السبب. لكن من الاول المفروض ان احنا نتباعد في الزواج، يعني لو يعني ما يبقوش دايما الناس بتتجوز من فاميلي جوه بعضها، لان ده مش كويس. فالحاجات اللي هي الانفيرومنتال زي البربريتس اللي بتستخدم في الفاير ورك او الاورجانو كلورين كومباوند اللي هي في الانسكتسايدز، وبرده الدايبيتك ماذر والبري كلانسيا والايدين ديفيشنسي او اكسس، كل ده بتعمل مشاكل. الدراجز زي الاميدارون زي الدوبامين الفينايتويد ريفامبسين انتي ثايرويد دراجز، كل ده طبعا الاستيرويد، كل ده ممكن هو يعمل لي مشاكل. دي واحده كانت بتشتغل في الفتنس وفي الترينر والكلام ده، هو برده كان بتشتكي من الهايبوثايرويدز، واضح انها فيمس لان اول
الكبريتيك والهايبوثالاسم بتاعتها تقريبا هي فيموس يعني. المهم انها ايه بتقول انها تغلبت على الهايبوثالاسم بتاعها بالهيلثي اكتيف لايف ستايل، ولو اني اشك في هذا لان من المفترض انها تكون واخده تريتمنت يعني. يبقى احنا اتفقنا ان انا عندي برايمري، عندي سكندري، وعندي تي اس اتش ريزيستنس. البرايمري التي اس اتش هاي، التي اس 3 وتي 4 لو، السنترال التي اس اتش لو، والتي اس 3 وتي 4 لو. التي اس اتش بقى ريزيستنس بيبقى لان التي اس اتش بيبقى هاي او نورمال ومعاه مودرتلي هاي او يعني بيبقى بقى يا اما مودرتلي هاي يا اما هاي يا اما لو. يعني التي اس 3 وتي 4 بقى مختلفين في الحاله دي. ده مين؟ رونالدو. تمام رونالدو طبعا ده وهو قبل ما يبقى عنده هايبوثايرويد ديسوردر، التاني ده بعد ما بقى عنده شوف بقى عنده جرش، رونالدو بقى عنده جرش، ده حاجه مصيبه، وده برضه نتيجه للثايرويد ديسوردر اللي هي اللي حصلت له. ده كان سنه 2011، جاب له الثايرويد ديسوردر ده 2011. طيب ناخد فكره اكتر عن ترانزيانت كونجنتال هايبوثايرويدز. على فكره الصور دي انا خشاها من الدكتور محمد عطيه. كان بيحط صور لناس حلوين قوي وانا ما كنتش عارفه ثلاث ارباعهم، فانا قلت بجيب ده ازاي بقى. الترانزيت كونجنتال هايبوثايرويديزم وده بيحصل مع بعض الايه السيتويشنز نسبته 10 إلى 20%، نسبه مش قليله، نسبه مش قليله ان ممكن العيانين دول بعد فتره يبقوا كويسين وممكن انا بطلهم تريكي. طيب دول بقى اسبابهم ايه؟ ايودين ديفيشنسي، معقوله ايودين ديفيشنسي؟ ايودين ديفيشنسي ده يعني كومن قوي كده ان انا احط رقم واحد؟ ايوه كومن، ايودين ديفيشنسي ده كومن. الماتيرنال ايودين ديفيشنسي وممكن تعمل بيرسيستنس افتر بيرث فور فيو مانس وممكن ميبي ستيت تريتمنت كمان. او الايودين اكسس عكسه بقى خالص، لان الايودين اكسس لما بدي للجلاند ايودين بكميه كبيره بيحصل عن الجلاند عندها بلوك خلاص ما عندهاش وحده تاني، اقسم ده انا هاخد ايودين تاني، فده بقى برضه بتعمل هايبوثيرابيزم. الباتيرنا تي اس اتش ريسبتور بلوكينج انتي بودي احنا اتفقنا انها بتعدي البلاسنتا وممكن انها تعمل هايبوثيرابيزم، ودي ممكن تبقى بيرسيستنت 3 تو 6 مانث افتر بيرث وميبي ستيت تريتمنت برضه. او الجوتروجينز انجيشن باي مارك اللي هم الحاجات اللي بتعمل انهبيشن للثايرويد جلاند بنفس فكره. يعني الناس بتقول الله طب ما الكابج والبروكلي والكولي فلاور والكلام ده ريتش الايودين، ايوه ما هي بتعمل جلاند بلوكينج للجلاند نفس فكره الايودين اكسس. البريزنس اوف ميوتيشن دي طبعا مش هندور عليها في مصر، ما حدش بيدور يعني الا في حاجات معينه عن الميوتيشن. الايزوليتد هايبر ثايروتروبينيا وده برده بتبقى في بتبقى سبب تمبري ماتورتي للهايبر بيتوتري اكسس. ماتيرنال هايبر ثايروديزم وبتاخد انتي ثايرويد دراج ممكن برده تاثر على ابنها. البريماتورتي والفيري لوفرز ويت الاسترويد اند دوني كل دول حاجات ممكن تكون ترانزيانت وممكن بعد فتره يعني ترجع الجلاند تشتغل. البرينيتال سكريننج انا مش هتكلم عليه، ليه؟ لان احنا ما بنعملش برينيتال سكريننج. برينيتال سكريننج يعني ان يوترو سكريننج. سمعتوا عن الان يوترو سكريننج؟ طبعا لا، لان احنا ما بنعملوش. لكن احنا نبقى عارفين ان في حاجه اسمها ان يوترو سكريننج. امال ايه بقى اللي احنا نركز عليه اكتر؟ اللي هو الفاميلي هيستوري للبريفيوس تشايلد ويز كونجنتال هايبوثايرويدز. لما اجي اسال على بيشنت عنده هيستوري اوف كونجنتال هايبوثايرويدز او بقيه الانسان. البريجننت فيميل ويز جريفز. البريجننت وومن اللي اتعرضت للايودين، الريديو اكتف ايودين مثلا. ده احمد زاهد، حد عارف احمد زاهد؟ تمام. هو تخين ده كان عنده ثايرويد ديسوردر. وبعدين لما اتعالج وكده وبدا يخس بقى الصوره الثانيه كده، بس انا شايفاه كان احلى وهو عنده ثايرويد ديسوردر، فيا ريت كان يكمل عسلوت سبوردر وايه عشان نخلص منه. النيونيتال سكريننج بروجرام هندخل بقى في الايه؟ في الحته بقى بتاعت يعني في المهم بقى النيونيتال سكريننج ميثود. الميثود وبعدين بعد كده نشوف الانتربريتيشن. السكريننج ميثود يا اما بتتعمل ببرايمري تي اس اتش ونعمل باك اب بالتي 4. كلمه باك اب دي معناها ايه؟ معناها ان انا الاول هعمل تي اس اتش اطمن عليه حلو ولا وحش، لو وحش بعمل التي 4. البرايمري تي 4 والباك اب بالايه؟ بالتي اس اتش. يبقى انا عملت التي 4 الاول اشوفه عامل ايه وبعدين لو وحش اعمل تي اس اتش او الاثنين مع بعض. الله ايه الرخامه دي؟ طب ما انا اعمل الاثنين مع بعض. يعني هي فرقت ايه بقى؟ ما هو ما دام الاثنين مع بعض هيتعملوا ويريحوني، ما هو الاثنين مع بعض دي كوستي انف ان هو
طب السؤال بقى بيقول ان انا وانا اعمل بوست ليه واكلم نفسي ليه واكلم الدوله ليه؟ ما الطفل اللي فيه كلينيكال مانيفستيشن هو ده اللي اعمل له سكريننج وخلاص. ها؟ في ايه؟ بالظبط. مش هيبان كلينيكال في كل الولايات. مش هيبان كلينيكال لان الماجورتي اوف انفنت وسكونجنتال هايبرثرويدزم هاف فيو اور هاف نو كلينيكال مانيفستيشن ادفيرس. لان الام كسر خيرها بتبقى بايه؟ ممشياه اللي هو خلال البلاسنتا تي فور بيحافظ على انه ما يحصلش فيه كلينيكال مانيفستيشن. فانا مش هاجي اعمل ديلاي للتريتمنت لغايه ما كلينيكال مانيفستيشن تظهر. يبقى الله يرحمه كان عنده هايبرثرويدزم. نيجي بقى للسيرش بتاعتي. السيرش اللي احنا بنعمله ديتكشن في السكرين. السيرش بيبقى شكله ايه؟ ادي البيرث اهو، الدايره الحمراء دي اللي هي فيها البيرث، وبعدين بعد كده افتر بيرث بيحصل السيرش ده. اول حاجه بنلاقي ان عند 30 مينت افتر بيرث التي سيرش بيوصل ل 80 يقل في 24 ساعه الى 20. وبعدين افتر 1 ويك من 6 ل 10، افتر 4 ويكس يعني عند تمام الشهر لما الطفل يكمل بقى فتره الميلاد بتاعته بيبقى المفروض من نص لستة. احنا اتفقنا ان انا بعمل تي اس اتش الاول وباك اب للتي 4. طبيعي ان احنا دايما في بلاد الناميه بندور على الارخص، بندور على الارخص. لكن انا على فكره التي اس اتش والباك اب للتي 4 مش عشان احنا دول ناميه. ده امريكا الشماليه كلها واوروبا واليابان الثلاثه بيستخدموا تي اس اتش وباك اب للتي 4. بس هما يعني احسن مننا شويه، بياخدوا حاجه اسمها سكند ستيج، يعني ما بيطمنوش الفيرست وبياخدوا السكند. مشكلتي مع البرايمري تي اس اتش والباك اب للتي 4 ايه؟ ان الايه؟ ان المسج دي بروبابلي ميسنج وات؟ ميسنج وات؟ لو تي اس اتش عملت تي اس اتش وباك اب للتي 4 يبقى دي ميسنج وات كونديشن السنترال. لان انا لما بلاقي تي اس اتش لو ما بهتمش، لكن لما بلاقيه هاي الحق ده هاي. يبقى هو ماسك السنترال هايبوثايرويديزم وماسك لبعض الحاجات الثانيه، بس خلينا ايه مركزين في الايه؟ في السنترال هايبوثايرويديزم. في برضه كونديشن ثانيه لازم برضه نكون عارفينها، ان في حاجه اسمها ديلي تي اس اتش اليفيشن بتحصل في البريماتيوريتي، ديلي اف اس تي اس اتش اليفيشن. فلما اجي اعمل تي اس اتش ما بقوش عالي في البريتيرم، ومش معنى ذلك ان هم كويسين، لا، بعد كده ممكن يعني. طيب يوزنج برايمري تي اس اتش ميجرمنت، وده بعمل باك اب للتي 4. الثاني بقى اللي انا بعمله تي 4 وبعدين